بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنشوف ازاي نعمل ديفرنس تيبل وجدول فروقات في جزء نيوميركال. هو عباره عن ادخال بكل بساطه، ادخال سطر الكود دوت. طبعا A و B و C دي مخازن فاضيه، انت هتملاها بقيم الحاجات اللي انت عايز تجيب الديفرنس منها، اللي هي تبقى قيم الوايات يعني اللي معانا. عايز اوريك ازاي هنكتب السطر دهوت. هي عباره الفا ايه من الفا ايه دينا ايه الفا تساوي، لازم هنكتبه بنفس الترتيب دهوت، اللي هو ناقص الفا ايه زائد الفا بي. بعدين النقطتين دولت معناها انه اعمل العمليه ديت وبعدين اعمل العمليه اللي وراها بالترتيب. فعشان اكتب النقطتين دولت الفا تكامل، الفا تكامل الزرار تحت الفا على طول، وبعدين اكمل بنفس الطريقه ديت. عدد المتغيرات اللي عندي هو نفس عدد الوايات اللي انت عايز تحسب لها الديفرنس بتاعها. فانا عندي 1 2 3 4 5، معناته ان انا هستخدم خمس متغيرات من A لغايه F، 5 في A، في اربع سطور زي دول، لان كل عمليه يعني السطر ده معناه انه اطرح دي ناقص دي مخزنه في A، ودي ناقص دي مخزنه في B، وبعدين دي ناقص دي مخزنه في C، وبعدين دي ناقص دي مخزنه في D، وبعدين تعمل لوب كمان مره، تمسك دول دي ناقص دي مخزنه في A تاني، وبعدين دي ناقص دي خزنها في دي، وهكذا لغايه ما يخلص جدول الديفرنس تيبل بتاعي. انا عندي نقط، 5 نقط، معناته ان انا هشتغل لغايه دلتا تو ذا بار 4. تمام، انا كده دخلت السطر الكود بتاعي زي ما باين قدامكم. هنعمل بقى ايه، زي تيست كده بسيط. ده جدول احنا عاملينه، انا مختار الارقام بتاعته صغيره عشان تبان ان الفروقات صح، يعني 15 ناقص 20 ناقص 5 مش محتاجه الى حاسبه يعني. فعشان ابتدي بالطريقه ديت، ان انا ادخل له الوايات اللي هو عايز يحسب بيها الديفرنس بتاعه، هقول له كالكوليت، اللي هو الزرار ده اللي تحت الشيفت كالكوليت. هيقول لي بقى ادخل قيمه الايه بالترتيب، الترتيب ده يعني 20 الاول، وبعدين يساوي 15، وبعدين 1، وبعدين 7، وبعدين 30. انا دخلت له كده 5 قيم. اول قيمه عملها لي على طول اللي هو ايه تساوي ناقص A زائد B، اللي هي دي ناقص دي هي ناقص 5. بعدين اقول له يساوي القيمة اللي بعدها اللي هي ناقص 14 اهي، بعدين 6، بعدين 23. كده خلص الدلتا 1. عشان يبدا في الدلتا 2 هقول له يساوي كمان مرة، هيقول لي الايه احطها بخمسة اللي هي أول قيمة في الجدول الثاني اللي هو الدلتا 1، عشان أحسب بيها الدلتا 2. هقول له أيوه سالب 5، بعدين سالب 14، هو أوريدي مخزنه عنده، بعدين 6، بعدين 23. هيسالني عن قيمه اف، قيمه اف تاخد اي قيمه، مش هحتاجها تاني يعني، مش هعمل بيها اي حاجه في الجداول اللي بعد كده. كل مره هنقص متغير من المتغيرات ديت مش هحتاجه في حاجه. فاقول له ماشي مفيش مشكله، 30 زي ما هي مفيش مشكله مش هغيرها. الدلتا 2 في اول قيمه اللي هو بقى الديفرنس بتاعها دي ناقص دي هيدينا الرقم اللي هو ناقص 9، بعدين يساوي 20، بعدين 17. نفس المنظر دوت هنعمل دلتا 2، الدلتا 3 انا اسف، اللي هي دي ناقص دي. طبعا بقى هو هيحسب قيمه دي وهيحسب قيمه اف، مفيش مشكله. عند الايه دي اول قيمه اللي هي سالب 9 ماشي، بعدين 20، بعدين 17، ماليش دعوه بقى قيم مش محتاجها في حاجه ماشي. اول قيمه عندي 29 واللي هي سالب 3 خلاص. اخر قيمه عندي هيقول لي الايه احطها ب 29، اقول له ايوه، بعدين سالب 3 الديفرنس بينهم. والسي سي سي طبعا زي ما قلنا كده يعني اي قيمه مفيش مشكله، سالب 10 دي برده ما فيش مشكله ماشي. الديفرنس على طول هيبقى ايه اللي هو اخر حاجه اللي هو 32. نصيحه ان احنا لما نيجي نشتغل في الجدول دوت نعمله بالشكل اللي هو الايه الشكل الهرمي دوت، احنا نسيب سطر بحيث ان انا عارف ان هو في الدلتا ايه انا محتاج اربع ارقام بس،
فاخد اول اربع ارقام والرقم الخامس اللي هو يبقى الرقم اللي انا مش محتاجه اللي هو يطلع لي مثلا 30 او حاجه. نفس الكلام ينوت في ديت هحتاج بس رقمين ديت قصدي ثلاث ارقام في ديت رقمين في ديت رقم واحد باقي الارقام مش محتاجها يعني ديت لو كملت هيقول لي في 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 في, في, في ديفرنس ثانيه بس انا مش محتاج انا محتاج بس الرقم ده وهكذا. بس كده تكون الطريقه كده خلصت يعني.